عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الإخوان تكونوا في صحة جيدة. إن شاء الله في هذا الشرح نشرح لكم كيفاش نعملوا قناة على اليوتيوب، ولكن قبل ما نعملوا القناة على اليوتيوب لازم علينا يكون عندنا واحد الحساب ديال الجيميل هو باش كنبداو القناة ديالنا. إذا كنمشيو للمتصفح فايرفوكس وكنكتبوا هنا الجيميل، كنقوموا بالضغط هنا على الجيميل وكنعملوا هنا يعني create an account، ولكن قبل ذلك سوف أقوم باختيار اللغة العربية لكي يفهم الكثير منكم. إذا نقوم باختيار اللغة العربية، وهكذا أصبحت الإعدادات جاهزة لإنشاء حساب جيميل. نقوم بالضغط هنا على إنشاء حساب، وبعد ذلك سوف أقوم أيضا هنا باختيار اللغة العربية. هي هذه الطريقة جدا سهلة لإنشاء حساب على الجيميل، ثم نقوم بالذهاب إلى يوتيوب لإنشاء قناة. هنا نقوم بكتابة الاسم الأول، وهذه كتابة الاسم الأول ضروري تكون نفس المعلومات اللي عندكم في البطاقة الوطنية. أنا سوف أختار هنا كلمات مستعارة. إذا الاسم الأول ثم اسم العائلة، وبعد ذلك تقوم بالضغط هنا وكتابة اسمك العائلي والشخصي، وتختار أي شيء، وبعد ذلك تقوم بالضغط هنا واختيار الرمز السري، وبعد ذلك تأكيد الرمز السري الأول، وبعد ذلك نقوم بالضغط هنا على التالي. هنا تأتينا إثبات ملكية رقم الجوال. ضروري الإخوان كتبوا رقم الجوال لكي يصبح جيميل عندنا يعني جيميل في ملكيتك لكي لا تقع في أي مشكل. هنا تكتب رقم الجوال، بعد ذلك تقوم بالضغط هنا على التالي، وسوف نتوصل بواحد الرمز لتأكيد إثبات ملكية رقم الجوال. سوف أكتب ذلك الرمز الذي توصلت به 9 3 3 8 3 8 2 5 4 6. ذلك الرمز راه يوصلك في الجيم في المساجات ديال الهاتف ديالك. وكنعملوا هنا التالي. هنا كتكتب اليوم فوقاش زاديتي، وهنا كتكتب الشهر، وبعد ذلك السنة، وبعد ذلك تختار هنا وتقوم بالضغط هنا على التالي. إذا هكذا أصبح الجيميل اللي عملناه أصبح في ملكيتك، وهكذا تصبح الطريقة الأولى هي إنشاء الجيميل، والطريقة الثانية هي نعملو كيفاش نشرح لكم نعملو قناة على اليوتيوب. ننتظر قليلا حتى يتمكن الجيميل من إثبات ملكية صاحبه. إذا جاري تحميل هذه الصفحة. إذا أصبح حسابك الجيميل على الشكل التالي، وهو يعني بهذا الشكل. بعد ذلك سوف نقوم بالذهاب إلى اليوتيوب والمرحلة الثانية لإنشاء قناة على اليوتيوب. أكتب هنا اليوتيوب، وبعد ذلك أقوم بالنقر هنا على اليوتيوب لتنزل معنا هذه البيانات على الشاشة. إذا سوف أقوم بالنقر هنا على سو كونيكتي، سوف أنتظر بعد الثواني. وهكذا أصبح الحساب الذي قمنا بإنشائه أصبح على الشكل التالي، ولكن ليست القناة يعني بدون إنشائها. تعطينا هذه الاختيارات ونقوم بالضغط هنا إنشاء قناة، نقوم بالضغط هنا أيضا على البدء، وتعطينا هذه الاختيارات، اختيار طريقة إنشاء قناتك، استخدام اسمك، ثم استخدام اسم مخصص. نقوم باختيار هذا الذي أمامكم ونقر عليه. هكذا قمنا بإنشاء القناة بطريقة جد سهلة، وتعطينا هذه المعلومات. نحن سوف نقوم باختيار اللغة العربية كما قلنا لكم مسبقا لكي يفهم معظم مشاهدينا. سوف أرجع إلى الوراء وأختار اللغة العربية. رغم ذلك هنا موجودة اللغة العربية، سوف أقوم باختيار اللغة الفرنسية، وبعد ذلك سوف أرجع إلى العربية حتى تصبح إعدادات اليوتيوب بأكملها باللغة العربية. سوف أختار هنا، نقر هنا وأختار
هنا اللغة العربية. إذن هكذا، إذن أصبحت هذه الإعدادات كلها باللغة العربية. سوف أقوم بالنقر هنا وأقوم بالذهاب إلى قناتك. إذن هذه القناة أصبحت على الشكل التالي، ولازم عليكم إخواني هنا نختاروا واحد الصورة ديال اللوغو ديال القناة باش يعرفها المشاهدين ديالك على اليوتيوب. يعني كيف ما كانت القناة ديالك اللي عملتها على اليوتيوب كتكلم مثلا على الطبخ، حاول تحط اللوغو ديال القناة في الطبخ، أي يعني صورة يعني كتهضر على القناة ديالك حاول تعملها. كنجيو لهنا ديال التحميل وكنختار واحد الصورة هنا في القناة اللي عندنا في سطح المكتب وكنعمل موافق. هكذا أصبحت الصورة على الشكل الذي تشاهدونه. بعد ذلك والمهم يعني في هذه الإعدادات على القناة، لازم علينا نقوم بالذهاب إلى الإعدادات، ثم نقوم بالذهاب إلى القناة، وثم إلى الأهلية لاستخدام الميزات. وهنا ضروري عليكم إخواني أن تقوموا بإثبات ملكية القناة بإدخال رقم الهاتف الجوال الذي تتوفروا عليه، وهكذا تصبح القناة بملكيتكم. أخيرا وليس أخيرا سوف نقوم بالذهاب أيضا إلى الإعدادات المتقدمة، وسوف أشرح لكم أهم شيء في القناة. كما تلاحظون هذه هي القناة، نقوم بالضغط هنا على تخصيص القناة، سوف ننتظر بضع ثواني. سوف نقوم إخواني بالذهاب إلى هنا المعلومات الأساسية. إذا أردت تغيير اسم القناة ما عليك هو النقر هنا على هذا القلم وتغيير اسم القناة. هنا مهم جدا إخواني تصنيف القناة، إذا كانت قناة تتكلم على الطبخ حاول تكتب هنا عدة كلمات تصنيف القناة. مثلا القناة كانت كتهضر على يعني الطبخ اكتب الكلمات هنا حول الطبخ، قناة كانت تتكلم على الأخبار حاول تكتب هنا القناة بأنها تتكلم على الأخبار. سوف نرجع إلى الوراء وأؤكد لكم كيفية عمل مثلا فيديو على القناة. هنا تلاحظون تحميل فيديو للبدء، نقوم بالنقر هنا تحميل فيديو، وبعد ذلك سوف أنتظر بضع ثواني حتى أرفع الفيديو على القناة. هنا تختار اختيار الملفات، وبعد ذلك مثلا إذا كان عندك أي فيديو أردت يعني تنزيله تختار نوع الفيديو، نقوم بالنقر عليه ثم بدء تنزيل هذا الفيديو. سوف ننتظر بعض الثواني. هنا تلاحظون هنا يعطينا التفاصيل، حاول تكتب اسم العنوان يكون مناسب، وهنا تصف ذلك الفيديو للقناة. أتمنى إخواني هذا الشرح ينال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.